اهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم انا وهي النجوم. لو اول مره بتشوفي القناه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك اشعار كل فيديو جديد. كيف ينهي برج الجوزاء عام 2019؟ توقعات برج الجوزاء في الأشهر الأخيرة المتبقية من عام 2019، ما هي الأحداث التي ينتظرها هذا البرج؟ وكيف سينهي برج الجوزاء عام 2019؟ للتعرف أكثر على حظ برج الجوزاء في الأشهر المتبقية والأخيرة من 2019 إليكم هذا الفيديو. لقد عانيت أيها الجوزاء في هذا العام من بعض الاهتزازات على الصعيد العاطفي، لا سيما في العلاقات غير المتينة، وأدت إلى الانفصال أو الطلاق لبعض مواليد برج الجوزاء. ولكن في شهر ديسمبر ستخرج بالكثير من العبر أيها الجوزاء، وستصحح بعض الأوضاع والأهداف. والكثير من مواليد الجوزاء مروا ببعض الظروف الصعبة، لا سيما على الصعيد المالي، وشهدوا مشكلات تتعلق بإرث أو عقارات. فتنهي هذه السنة على تحقيق حلمك أيا كان، سواء على الصعيد المهني أو الشخصي أو المادي. ففي نهاية هذه السنة فإن بعض مواليد الجوزاء وخصوصا الذين عانوا من فترة العزلة سوف يعودون إلى حالتهم الطبيعية ويعيشون مرحلة متفائلة في آخر شهر من عام 2019، وسوف يشعرون بدفء القلب من خلال أحداث تفرح قلبك بسبب رحيل كوكب المشتري الذي كان متواجدا في القوس، مما شكل عبئا كبيرا على برج الجوزاء. ولكن خروج الكوكب من مواجهة برج الجوزاء وعبوره الى الجدي سيساعد على تصفية الخلافات وتنقية الاجواء وتهدئتها. عزيزي الجوزاء، لن تنهي عام 2019 إلا وأنت متخذ قرارك النهائي في علاقة عاطفية وأيضا علاقة زوجية، وتتخلص من حالة الحيرة المرهقة وتتحرر من الكروب. تختم هذه السنة على القسمين. القسم الأول من مواليد الجوزاء يحسم قراره بالغفران والتسامح، أما القسم الثاني سيحسم قراره بالانفصال. فمن أنت من هذين الفريقين؟ في الشهر الأخير من هذا العام يفتح الجوزاء مشكلة ورث مالي ويتم التنازع عليه في 3 ديسمبر. يغير كوكب المشتري موقعه ليدخل بيتك الثامن من الجدي، وسيكون من أجمل المواقع الفلكية للمشتري. فهذا المكان سيجمع لك بعض المكاسب المادية والمعنوية على الصعيد القانوني، ومن الممكن أن تسمع أخبارا سارة متعلقة بقضية طلاق وتكون أنت سعيد، ويكون قرارك الحاسم فيها الحكم لصالحك أو قضية ضرائب معنية تسجل فيها انتصارا كبيرا. والبعض من مواليد برج الجوزاء سيحصلون على حصة مالية من ميراث أو تركة، وتفكك عقدة النزاع حول هذا الأمر. والبعض الآخر سيحلون مشكلة متعلقة بقضية تأمين، وكذلك سيحصلون على نفقة مالية جراء حكم بقضية طلاق. ولكن بدء دخول المشترى من 3 ديسمبر 2019 إلى مارس 2020 سيبقى زحل في برج الجد، ويشكل عائقا أمام المشترى حتى شهر مارس 2020. ولكن انتظر لخروج الزحل من برجك، وتحديدا في أواخر شهر مارس ليبدأ المشتري ينشر لك الحظوظ الكبيرة، وكلها أمور متعلقة بالمال.